بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. حلقه جديده من برنامج الاشبال. تم تعيين لجنه خماسيه مؤقته لاداره الكره المصريه من قبل وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي. مسؤوليه كبيره وتحدي صعب. اتمنى من هذه اللجنه ان تقف على مسافه واحده من جميع الانديه وان تعيد ترتيب اوراق كره القدم المصريه مره اخرى. ايضا أتمنى من هذه اللجنة ألا تهتم بالدوري الممتاز فقط ولجانه والأندية. في عندنا قاعدة كبيرة جدا من خلال قطاعات الناشئين في الأندية، عندنا مسابقات الناشئين، عندنا الحكام، عندنا تثقيف المدربين، مسؤولية كبيرة. أتمنى من هذه اللجنة أيضا أن تهتم بقطاعات الناشئين. عايزين نشوف خلال الفترة اللي جاية عندنا ناشئين مميزين يخرجوا زي محمد صلاح ما شاء الله متألق في الدوري الإنجليزي، وأيضا محمود حسن تريزيجيه ما شاء الله حاجة تفرح. لو عايزين نهتم وعايزين نصلح لازم هي القاعدة دي. فأتمنى من هذه اللجنة أيضا وضع مسابقات الناشئين في الاعتبار. مسابقات الناشئين بتخرج لمنتخبات مصر الناشئين والشباب والأولمبي لعيبة إن شاء الله تكون هي النواة لمنتخب مصر الأول.